في فير بلاي نبدلوا قصص نحكيوا باسكيت. الاتحاد المونستيري بعد غدوه يتحول ان شاء الله يخوض بطوله افريقيا الانديه لبطل تيتر يلعب عليه الاتحاد المونستيري تقريبا الهدف الاسمى ليه في الموسم هذا بعد تتويج بالدوبلي. معنا رئيس فرع كره السله في الاتحاد المونستيري السيد معنا موجود من التليفون فتحي ركبي نحكي معاه على حظوظ ما مثلنا في البطوله هذه. سي فتحي اهلا بك. مرحبا بيك. مرحبا بيك عايش. مرحبا بيك سليمان. شنو احوالك؟ مستمعين الساسه فريم عايش. مرحبا. شنو هي الامور؟ عايش الحمد لله لاباس فهمني. بعد ماراثون صعيب برشا اثناء في اول سنه هذه صارت في كره السله التونسيه فهمني. كل نهار فهمني ما مقابله نهار بنهار مقابله الحمد لله خرجنا لاباس. اصابات ان شاء الله قاعدين نحضروا اليوم ندخلوا في تحضير خاص فهمني لكاس افريقيا وان شاء الله التحق بنا كما تعرف سليم التحق بنا المدرب منير بن سليمان واللاعب مراد مبروك واللاعب الامريكي كريس وافور والحمد لله ان شاء الله نبدا اليوم ندخل في ترابط ان شاء الله. علاش الشواء هذا نتاع مراد مبروك واللاعب الامريكاني هذا؟ حسب ما نعرف كان فما لاعبين اخرين قراب الاتحاد في البطوله هذه، علاش بدلتوا رايكم في اخر لحظه؟ والله المقابله معناها بدلنا راي ما بدلناش راي نحن، اما بالنسبه للظروف اللي صارت فيها الجمعيه فهمني انه احنا ما نجمناش فهمني ما نجمناش معناها عملنا العقود مع لاعبين اخرين لكن اللاعبين ما تعرف فتره الكوفيد 19 في هذه وبعض المشاكل، لكن الراي اختار معناها الاطار الفني معناها نبداو عندنا من لاعبيه ما تلقاش من احسن من مراد مبروك باش يمثل تونس مع الاتحاد المونستيري في الدوره هذه. شنو هي حظوظنا ان شاء الله؟ ان شاء الله حظوظنا بالطبيعه حظوظنا ديما حظوظنا المرات الاولى واللي ما لا فهمني ان شاء الله نرجعوا بكاس افريقيا لتونس ان شاء الله. نعرفوا الفرق الانجوليه ظهر لي الاقوى معنا فريق نيجيريا ايضا في نفس المجموعه. والله شوف تفضل. شوف احنا الحمد لله عندنا فريق، احنا خيرنا باش نجيبوا ملاعبين نعرفوهم ويعرفونا. اللاعبيه نتاعنا معناها كريس عمناوي كان لعب معنا سنة مع الزهره بدا معنا فريق مع الزهره. مراد مبروك يعتبر معناها في معناها في عائلته بانه معناها 70% من الفريق يعرفوا لعب معاه في الفريق القومي. معناها احنا كوننا فريق، عندنا فريق هو تقريبا منتخب الاتحاد المونستيري السنه مش فريق، منتخب التونسي تقريبا. الحمد لله الحمد لله هذاك عشاق كره السله الى حقيقه خساره معناها حبات الاتحاد المونستيري ما شاركناش كما يلزم فرحتنا سواء السنه الفارطه في الثنائي ولا السنه هذه رغم انها كانت معناها بعض الجماهير تنقلت المسير وكان مشكور رئيس الجامعه ولهيئه التنظيم وفهمني، لكن في اخر وقت بقرار فهمني عشوائي ثم طرد جماهيرنا من القاعه كما تعرفوا الناس كل. ان شاء الله نكونوا تجاوزناها هذه ونعوضوا لهم في كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق اكيد. باش تكون الرحله غادي نهار الاربعاء تمشي وا؟ نهار الاربعاء فهمني الساعه فهمني الساعه 4 مطار تونس قرطاج مباشره نمشي للدوحه، بعد من الدوحه بعد ساعتين ونص نعملوا الدوحه كيغالي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق سي فتحي اكيد ان شاء الله بتكون تكون ليك معنا مداخلات نتبعوا الاتحاد المونستيري في البطوله هذه وان شاء الله لما لا العوده باللقب بالتونس باش يكون الثلاثي ان شاء الله بعد الدوبلي في تونس ان شاء الله البطوله الافريقيه هذه تروح لتونس. هكا نكملوا فير بلاي اليوم. شكرا يا سجويني في الاخراج، ايضا ادم المدب في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام المدب.